ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. بداية يعني التوقعات فيما يتعلق بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الحديث عن 100 نقطة أساس وبعض تسريحات من الفيدرال الأمريكي، تحديدا المحافظ الفيدرال الأمريكي أكد بأنه سيكون فقط 75 نقطة أساس. كيف أثر ذلك على مؤشر الدولار وباقي تحركات العملات، وأيضا ما هي التوقعات للأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل هنالك تباين واضح حصل في الأسواق المالية تجاه توقعات أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدى الأسبوع الماضي، فمنذ أن صدرت بيانات التضخم لتظهر ارتفاع حاد فاق التوقعات في مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما، بدأت الأسواق المالية تشير لاحتمال أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة هذا الشهر ب 100 نقطة أساس، رغم أن العديد من أعضاء الفيدرالي لا يستثنون بالفعل رفع الفائدة ب 100 نقطة أساس، إلا أن الأرجح حاليا هو رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. فالفيدرالي الأمريكي قام بعدة رفعات بالفائدة حتى وصلت إلى مستوى نطاق 1.5 إلى 1.75%. بالتالي حتى هذه اللحظة هنالك احتمالات رفع فائدة ب 100 نقطة أساس، لكن الأرجح حتى هذه اللحظة هو رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. نعم. أما هذا الأسبوع فنحن بانتظار العديد من البيانات الاقتصادية المهمة، لكن أود أن أشير إلى أننا في انتظار يوم الخميس المقبل قرار البنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يرفع الفائدة 25 نقطة أساس، إلى جانب انتظارنا لقرار بنك اليابان المركزي الذي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند السالب نقطة عشرية في المئة. هذه البيانات الاقتصادية ستختلط أيضا في عديد من المستجدات التي قد تؤثر على الأسواق المالية بشكل عام. نعم سركيس، يعني هذه التوقعات فيما يتعلق بقرارات البنوك المركزية، نتحدث عن المركزي الأوروبي وأيضا المركزي الياباني، هذا الاختلاف في أسعار الفائدة والمتوقع بينها وبين الفيدرال الأمريكي، كيف ستؤثر إن كانت على اليورو على الين الياباني وباقي العملات، هذا الاختلاف في أسعار الفائدة تحديدا مقارنة مع القرارات المرتقبة من الفيدرال الأمريكي؟ الآن بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، رغم أنه من المرجح أن يرفع الفائدة 25 نقطة أساس، لكن سيراقب المستثمرون التوجهات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي. لاحظنا يوم الجمعة الماضي القليل من الارتفاع في اليورو استجابة لتوقعات رفع الفائدة بالفعل، لكن إذا أردنا أن يستمر اليورو بالارتفاع فعلى البنك المركزي الأوروبي أن يشير إلى سياسة أكثر تشدداً في المستقبل القريب، لأن الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة على الأرجح على نحو متتالي وكبير خلال الفترة المقبلة، بينما المركزي الأوروبي قد يقتصر رفعه للفائدة على مرة أو مرتين هذه السنة، إلا إذا حصلت ظروف أخرى طبعاً، لكن هذا كله قد يبقي الكفة في صالح الدولار الأمريكي. أما بالنسبة للين الياباني وتأثره بقرار بنك اليابان المركزي، الين الياباني وصل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998. إن هذا الانخفاض الحاد في الين الياباني مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي أمامه هو بسبب توقعات أن يبقي بنك اليابان المركزي سياساته النقدية، وهذا لأن اليابان تسعى حاليا لتحفيز الاقتصاد الذي قد يتباطأ بفعل عدة عوامل من ضمنها تباطؤ الاقتصاد الصيني، انتشار فيروس كورونا. لكن يجب أن نراقب أيضا أي إشارات من بنك اليابان المركزي تجاه أسعار الصرف واحتماليات تدخله في أسعار الصرف. إذا لم يتدخل بنك اليابان بأسعار الصرف، ربما سيبقى الين الياباني ضعيف بشكل عام أمام الدولار الأمريكي. نعم يعني سركيس، الحديث عن اليورو يطول تحديدا، وان هنالك توقعات بان يعود الى ملامسه مستويات نقطه الدعم الاساسيه تقريبا 98 سنتا، هل من المتوقع ان يبقى عند هذه المستويات حتى مع التوقعات بقرار المركزي الاوروبي؟ بالفعل هنالك توقعات كبيره من عده جهات من محللين حول العالم تشير الى احتمالات انخفاض اليورو الى ما دون مستوى التعادل. حاليا القليل من الارتفاع الذي شهدناه باليورو يعتبر تصحيح، لكن كما أشرت الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يرفع الفائدة بشكل أسرع من البنك المركزي الأوروبي. هنالك موضوع آخر مهم
وهو توقعات وقوع اقتصاد منطقة اليورو بالركود خلال الأشهر القليلة المقبلة. هذا بحد ذاته قد يلقي الضغط على اليورو ليتوجه بالفعل لمستويات 98 سنتا أمريكي، بل إني أتوقع خلال الأشهر المقبلة ولا أستبعد أن نرى اليورو عند 95 سنتا أمريكي. هذه التوقعات السلبية قد تبقى قائمة طالما كان هنالك احتمال كبير كان يدخل اقتصاد منطقة اليورو بالركود، وطالما لا يقوم بنك مركزي الأوروبي برفع الفائدة كما يفعل الفدرالي الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات.